فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم التوكل على الغير بما يقدر عليه؟ التوكل لا يكون إلا على الله جل وعلا، أما التوكيل والتفويض لا بأس، تنوب واحد يقضي عنك حاجك أو ما أشبه ذلك لا بأس، لكن يسمى التوكيل ما هو التوكل. التوكل عبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. نعم.